هما اتصلوا بي المسؤولين على هذا الحدث الثقافي على اساس يعني منحوني واحد الجائزه، جائزه افضل ممثل عن دور السين المكي اللي شافوه المغاربه في رمضان اللي فات. هذا الدور اللي في حقيقه يعني الناس تابعوه بزاف في المغرب وخارج المغرب، وبزاف الناس ذكرهم بالاب ديالهم ولا بالجد ولا بالعم ولا بالخال، وتوصلت بواحد الدعم، واحد يعني واحد الدعم تأييد كبير في السوشيال ميديا على السين المكي، خاصه في علاقته مع الزازيه، في علاقته مع ولادو. فوالا انا هذا الدور عملت فيه واحد المجهود، حاولت ندير شي شخصيه اللي بعيده على 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 ياسين احجام، على السين ديالو، على الشكل ديالو، على هذا. وكنظن الى اعتقد انني نجحت في هذا التحدي. وهاد الجائزه كنهديها لكل طاقم عمل العمل ديال دار النساء، لان حتى هما عملوا واحد المجهود متميز، لا من ناحيه الانتاج ولا من ناحيه ديال الاخراج ولا الكتابه، وكل الممثلين كانوا داروا مجهود متميز. سي ياسين ملي كنتكلموا على السين المكي كيجي في الذهن ديالنا الزازيه اللي كانت هي ديك الشخصيه اللي كتعطي واحد شيئا ما لمسه ديال الكوميديا في السلسله، مع العلم ان السلسله كانت فيها احداث محزنه فيها دراما. تكلمينا على الشخصيه ديال الزازيه. الشخصيه ديال الزازيه انا شخصيا كنشوفها انها شفتها في العائله ديالي، في العائله ديالي شخصيا يعني في شفشاون، موجودة شخصية موجودة، رغم أنها سليطة نوعا ما أو لا يعني أوفر شي شوية، فيها حركات زايدة ولكن طيبة في العمق. الجمهور حتى أنا طبعا كنت ملي قريت السيناريو حسيت بأنها واحد إنسانة طيبة بشوشة، ولكن كيعجبها الذهب وكيعجبها الفلوس ولكن رغم ذلك في نهاية الأمر وقفت مع السين المكي، يعني المرأة ديال الزمان رغم كل شيء، خافي هذاك الشيطين محبوبة، يعني شخصية محبوبة. سي ياسين هو المسلسل في حد ذاته لقى نجاح كبير، هو كاينين بعض الناس اللي كيعاتبوا شيئا ما، بحال مثلا على اللهجة الشمالية، واش في نظرك هذيك الضجة اللي عملوا الناس على اللهجة واش كتستاهل فعلا؟ أنا الحاجة اللي عجبتني هو أن الجمهور المغربي هذا العام تابع كل الأعمال بواحد الدقة، دقة فنية، دقة مهنية، وحتى مسلسل دار النساء يعني تبعوه في لي ديتاي ديالو، في طريقة النطق، في الإخراج، في التشخيص، يعني حاجة حتى كلمة الحامض ما بقيناش نسمعوها بزاف هذا العام، شيء إيجابي بزاف. إلا كانوا شي ملاحظات ولا انتقادات ما فيها بس حنا نصنتوا الناس كصناع دراما كفنانين من حقهم حتى هما يعطيو يعني النقد ديالهم. المسألة ديال اللهجة الشمالية كاين اللي توفق فيها بعض الممثلين، كاين اللي حاول دار مجهود، وإلا وقع إلا طحنا في بعض الأخطاء فيسامحوا لينا. ذلك كاينين بعض الناس اللي هما مغاربة لقاو صعوبة أنه يتقبلوا مسلسل كيتطرق للطابوهات وما أشياء اللي كنعيشوهم في الحياة اليومية ديالنا، ولكن كاين بعض الناس اللي ما تقبلوهمش 100%، شنو نظرك؟ يمكن لك تقول هذا؟ هذا اللي يمكن يجاوب على هذا السؤال هو الكاتب ديال العمل والمخرج ديال العمل، أولا يعني كل واحد وكيفاش تقبل العمل. كاين اللي شافوا أن يعني عمل فيه نوع من التحسيس على بعض المشاكل المجتمعية، وكاين اللي شافها بأنها شوية فيها جرأة يعني أكثر من المعتاد على مستوى التلفزيون. وهذه مسألة ستانشوا، هذا التصور ديال القائم من العمل. أنا ميمكنليش زعما أنا مثلت السين المكي، شفت الخط ديال الأسرة ديالي الزازية وولادي، هذاك اللي تناسب مع بنتي، بقيت في هذا الإطار، ما فكرتش في المسألة هذه. كيف كانت التجربة؟ سامية الأخت ديالي والصديقة ديالي وأحترمها وأقدرها كثيرا، وسبقتني في المجال يعني بسنوات عديدة، فهي من دائما كان عندها ذاك الحس الإخراجي، الحس كيفاش أنها تقود مجموعة، هي حاملة للتصور. فأنا كنظن أنه بما يعني ما فيها الشك أنها نجحت في هذا العمل، سواء المهم خلق جدل، العمل خلق جدل، خلق ضجة، تصنف مرات عديدة في أنه أعلى نسبة متابعة خداها دار النساء، فبالتالي هي نجحت في المهمة ديالها. تكلمينا عندك جديد فني عما قريب، أعمال في الطريق؟ والله عندي نقاشات، اقتراحات، مي باقي ما سنيتش الكونترا، ما نقدرش نقول حتى شي حاجة.
جمهور لالا مولاتي، كنشكركم على المتابعه وعلى الدعم ديالكم خاصه في المسيره ديالي الفنيه، ونتمنى نبقى دائما عند حسن الظن. شكرا جزيلا. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.